السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم، وبنأكد انها تبسيط العلوم، يعني بنحاول نبسط في ابسط صورة ممكنة. ممكن نشرح الكلام ده كله بتفاصيل اكتر، لكن احنا بنبسط الحاجة على الناس بحيث ان هم يتابعوا. بعد كده ان شاء الله ربما تكون في سلسلة بقى تفصيلية للمتخصصين يعني. طيب، مع حضراتكم علاء سعيد، استاذ دكتور علم الطحال بجامعة اسكندرية ومعار حاليا الى جامعة القصيم. بنتكلم النهاردة على الخطوة الثالثة من خطوات التنفس، اللي هي سلسلة نقل الالكترونات، التنفس الخلوي يعني، سلسلة نقل الإلكترونات والفسفرة التأكسدية، عمليتين بيتم بخطوة واحدة اللي هي الإلكترون ترانسبورت تشين أند أوكسيديتيف فوسفوريليشن. طبعا واضح إنها سلسلة، هتنقل السلسلة دي هيحصل فيها نقل الإلكترونات زي ما هو واضح من الاسم. الجزء التاني بقى هو اللي محتاجين نفهمه، اللي هو أوكسيديتيف فوسفوريليشن، بيحصل فسفرة يعني إضافة فوسفور على حاجة معينة نتيجة أكسدة. الكلام ده يعني معناه إيه؟ هنشوفه حالا دلوقتي. بس بنفكر حضراتكم الاول اهو بعمليه التركيب الميتوكوندريا اللي احنا خدناها، اللي هو الجسيم المسؤول عن بيساعد في التنفس وفي حبيبات انتاج الطاقه. اولا ده التركيب بتاعه، مش هنروح بعيد قوي كده، اللي يهمنا فيه بس ان هنا في طبقتين او في جدارين، وجوه السائل ده اللي هو ايه، الحشوه. كل الشغل بتاعنا هيتم فين؟ كل الشغل بتاعنا ادي الجدار الاحمر اللي بره ده، وطبعا ده مجرد شكل الوان يعني، وادي الجدار الاصفر ده، وفي فراغ ما بينهم، بيبقى فيه غشاء خارجي، مش جدار، غشاء خارجي، غشاء داخلي، وادي فراغ، طبعا بيحيط بيها من كل حاجه لان هو جدار مزدوج. كل الشغل بتاعنا هيتم فين؟ في المنطقه اللي هي ايه، اي حته في الجدار هنا، اي حته في الجدار هنا. المهم، طيب الكلام ده بقى، بس هنفكركم قبل ما نشوف موضوع الجدار ده، بنفكركم بقى اشمعنى الميتوكوندريا، لان احنا قلنا ادي الخليه اهي يا جماعه الخير، وده كان ملخص التنفس بالشكل ده. قلنا ايه اللي بيحصل؟ قلنا ان الاكل اللي احنا بناكله او في الانسان والحيوان او في النبات لما بيعمل بناء ضوئي، المهم بيكون فيه سكريات او كربوهيدرات بتتحلل في السيتوبلازم عشان تتكسر الجلوكوز الى بيروفيت. الجزيء الواحد يديني جزيئين، مش هنخش في تفاصيل الكلام ده، مشروح في فيديوهات سابقه. المهم، عمليه التحلل السكري او الجلايكوليسيس بينتج عنها 2 ناد اتش وادي 2 اتش بي جاهزين. ده اعتبروه مثلا زي الجنيه او زي الريال، حاجه عمله ممكن نستخدمها على طول، انما ده كانه مثلا زي الايه، الدولار او زي الاسترليني مثلا يعني، فمحتاج يتفك في حته تانية. الخطوه بتاع البيروفات مش هيقدر يخش جوه الميتوكوندريا في دوره كريبس، فبيبقى في خطوه هنا تمهيديه برضو مش هتعرض ليها النهارده، لكن المهم مشروحه في فيديو سابق، برضو بيديني 2 اد اتش. نيجي جوه دوره كريبس بقى، هتلف مرتين لان احنا قلنا بيروفات ده 2، فهيلف مرتين، هيكون الناتج 2 اي تي بي و6 ناد اتش في المرتين و2 فاد اتش 2، برضه كانه زي الدولار والاسترليني والكلام ده كله. الناد اتش اللي من هنا واللي من هنا واللي من هنا هيروحوا فين عشان يتفكوا؟ في مكتب الصرافه عشان يتحولوا بقى. مكتب الصرافه ده اللي هو جوه الجدار بقى بتاع الميتوكوندريا، اللي بيحصل فيه سلسله نقل الكترونات والفسفره التاكسديه عشان تحول لي العمله الصعبه دي الى عمله نقدر نستخدمها. تمام. طيب ادي الجدار المزدوج اهو، وده الشكل اللي احنا هنشرح فيه كل الشرح بتاعنا النهارده. ادي سيتوبلازم الخليه بره، ادي الحشوه اللي جوه، يبقى ده الجدار المزدوج. طبعا الجدار ده المفروض فيه ثنايات بس احنا ما عملناهاش للتبسيط، واللي في النص ده ها ده الفراغ. يبقى ادي اهو اللي بره ده اهو، ده الطبقه دي اللي هي عباره عن ايه، الطبقه اهي، الطبقه دي كلها اللي هو ده الغشاء طبعا لغايه اخره يعني، خلاص اللي هو الفوسفوليبيد او الطبقه، ادي الطبقه الخارجيه، وادي المنطقه اللي هنا اهي اللي بينهم، اللي هي المنطقه دي، ده الفراغ ما بين الغشائين. امال فين الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا؟ اهو الطبقه الثانيه، ده الغشاء. طب وجوه في ايه؟ جوه في الحشوه اللي هي السائل الشبيه بالسيتوبلازم. يبقى دول ثلاث ايه، حاجات نهمنا بس عشان تبقوا عارفين احنا شغالين فين. طيب كل الشغل بتاعنا فين؟ في الغشاء مين؟ في غشاء الميتوكوندريا الداخلي. بيبقى فيه عباره عن ايه؟ الحقيقه بيبقى فيه هنا اربع مركبات زي ما مترقبين كده. ادي المركب رقم 1، ادي 2،
وادي ثلاثة، وادي المركب الرابع بالاربع الوان دول. طيب دول موجودين فين؟ داخل الغشاء ده. حد يقول لي طب ما في واحد خامس هنا. ايوه، هنعرف بتاع ايه حالا. الاربعه دول بنسميهم مركبات بروتينيه، خلاص، وده مركب اخر اللي هو الرقم خمسه عشان انتاج الاتش بي اللي احنا عايزينها بقى. طيب امال ايه دول؟ ايه التكاسي اللي موجوده التاكسيين دول؟ دول عباره عن مركبات اخرى بس بنسميهم نواقل للالكترون، زي التاكسي بينقل الالكترونات. دول اتنين مش واحد، عشان كده رسمتهم مختلفين، ده اللي هو الكيو وده السي اللي هو سيتوكروم سي، خلاص، يو بكوينون اللي هو ده وده السيتوكروم سي. يبقى ده هينقل الالكترونات وده برضه هينقل الالكترونات، بس كل واحد فيهم ليه خطوه محدده. طب نبدا على بركه الله ونشوف بقى هنبدا القصه ماشيه ازاي، هنشوف مع بعض. يبقى احنا كده اهوت عرفنا الخطوه اللي هو في التنفس اللي هو الجلايكوليسيس، وعرفنا بقى الخطوه دي. احنا النهارده بنتكلم بقى في الخطوه الثالثه، خلاص. يبقى في اربع مركبات بالاضافه للاثنين دول بتوع نواقل الالكترونات، وهذا المركب الخامس المسؤول عن تكوين الطاقه، وده المركب الخامس ده اللي هو عباره عن ايه؟ الاي تي بي سينثيز. اي تي بي سينثيز، جميل. طيب اشمعنى كل ده رايحين اذا كان دي دولارات وكده؟ طب ما نستخدمها على طول. لا، الطاقه اللي بتستخدمها داخل الخلايا واللي سهل ان احنا تتحرك معانا ونستهلكها وكده اللي هي مين؟ الاي تي بي طبعا، وده عباره عن سلسله. يبقى فين سلسله نقل الالكترونات من اول رقم واحد لغايه رقم اربعه اللي هو المنطقه دي؟ ده كل ده لغايه هنا، دي سلسله نقل الالكترونات. طيب وفين بقى الفصفره الالكترونيه التاكسوديه؟ اهي اللي هي الخطوه دي، خلاص. يبقى احنا كده عندنا مرحلتين، جميل. نيجي نشوف ادي الاربع مركبات اللي احنا بنتكلم عليهم، دي عباره عن مركبات بروتينيه مدمجه داخل الغشاء الداخلي، وهنشوف دلوقتي كل واحد فيهم هيعمل ايه. طيب نروح مع بعض الخطوات بقى. ادي المركب الاول يا جماعه الخير، اهو ادي المركب الاول اهو. المركب الاول ده بيحصل فيه ايه؟ بتتحول فيه الناد اتش. الله، واحده يقول لي جت منين دي؟ ما احنا لسه قايلين دلوقتي يا جماعه الخير الناد اتش اللي هي جايه منين؟ من الخطوات السابقه في التنفس، الخطوه رقم واحد والخطوه رقم اثنين. الناد اتش هتتحول لناد كده، يعني هيحصل لها ايه؟ هتتاكسد انها هتفقد اثنين الكترون اهم. ادي الاثنين الكترون اللي هتفقدهم اهم. جميل، هيروحوا فين؟ هيروحوا الى المركب البروتين ده، المركب البروتين الاول. فده هيروح فين؟ مين اللي هياخدهم منه؟ التاكسي ده اللي هو ايه؟ الكيو، هنسميه كيو اختصارا. ادي اثنين الكترون اللي هياخدهم منه اهو. الخطوه دي وهي بتحصل هيحصل ضخ لمين؟ للاتش، للبروتونات، ايونات الهيدروجين او البروتونات. هي جايه منين؟ جايه من الناحيه الثانيه، جايه من الحشوه وطالعه لبره للفراغ ما بين، خلي بالكم، الاتجاهات. يبقى اذا عشان الالكترون ده يطلع من هنا لازم اباله بروتون، البروتونات تتحرك داخل الحشوه او الفراغ ما بين الجدارين. هفكركم شغالين فين؟ في الفراغ اللي بين الجدارين ده اهو. طيب الاثنين الالكترون دول راحوا هنا، وخلي بالكم احنا بدانا بالناد اتش، جميل. طيب يجي بعد كده يتم بقى ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل بقى ان طالما المركب ده هياخد الكترونات يبقى يتم اختزاله، لان فقد الالكترونات اكسده، اكتساب الكترونات ده اختزال. المهم هيتحول لمركب اخر، ده مش موضوعنا دلوقتي، مش هنقف عنده كتير يعني. المهم طيب المركب ده او التاكسي ده خد الاثنين الكترون، هيوديهم فين؟ يوديهم للمركب الثالث، المركب البروتيني الثالث، مش الثاني، الثالث. ليه؟ هنعرف حالا. لان الثاني ده خاص بمين بقى؟ بالفاد. مش احنا قلنا في دولار وفي استرليني؟ اهو نفس الحكايه، ادي الاسترليني خلصنا منه. يجي بقى الدولار. خلي بالكم ان هنا الفاد ما بداش من اول خطوه، ده بدا من المركب الثاني. وهيحصل نفس الكلام، هيحصل ادي اثنين الكترون هيروحوا برضه هنا، وهيقوم جاي رايح موديهم لفين؟ للمركب الثالث. يبقى التاكسي ده اللي هو الكوينون هياخد الالكترونات اللي هيفقدها الناد اتش نتيجه الاكسده بتاعته، وهياخد الكترونات من هنا، هو هيختزل وهيودي الكترونات للمركب الثالث. يبقى اذا في عندنا خطوتين، الخطوه الاولى المركب الاول اكسده الناد اتش، والخطوه الثانيه اللي هي اكسده الفاد اتش 2. كده احنا وصلنا لغايه الخطوه الثالثه اللي هي فيها ايه؟ اللي فيها المركب الثالث بالشكل ده اللي هو ده. خلاص؟ نشيل بس اللون عشان نعرف نشتغل، اللي هو ده. هياخد الالكترونات. جميل. نلفت نظر حضراتكم بس الحاجه، بس خليها دلوقتي عشان يعني بدل ما نسهلها كده، عشان يبقى كل واحد فيكم بقى صاحي معانا في الشرح.
خلي بالكم من هنا بقى. طب هنا خد الالكترونات دي هيعمل بيها ايه؟ الالكترونات اللي خدها اللي هي دي هياخدها منه برضو مركب اخر هو سيتوكروم، السيتوكروم سي، هياخد مين؟ الالكترونات، عشان هيوصلها لمين؟ للمركب الرابع. طيب وهو بيفقد الالكترونات من المركب الثالث، بياخدها التاكسي، بيركبها التاكسي هنا، برضه هيطلع مين؟ بروتونات. هتيجي منين؟ هتيجي من الحشوه من هنا وتطلع لبره. يبقى ناخد بالنا احنا عاملين نطلع بروتونات من الحشوه ها الى الفراغ ما بين مين؟ ما بين الغشائين. جميل. نيجي للمركب الرابع، خلي بالكم بقى ايه اللي بيحصل. ها طيب نيجي بعد كده المركب الرابع، ايه اللي هيحصل في المركب الثالث؟ خلاص عرفنا ان هو نقل للسيتوكروم. يبقى اتنقل، عشان كده بسميها سلسله نقل الكترونات. اتنقل الالكترونات من المركب الاول للكوينون، والمركب الثاني للكوينون، ومن الكوينون للمركب الثالث، ومن المركب الثالث للسيتوكروم عفوا، ومن السيتوكروم هيروح للمركب الرابع. هيروح فين بقى الالكترونات بعد كده؟ الالكترونات دي هتروح لفين؟ هتستغل هذه الالكترونات عشان يحصل ايه؟ عشان تحصل المعادله المهمه اللي هي فين؟ اللي هي دي، اللي هي تكوين الميه. بيجي عندنا الهيدروجين اللي هنا، اتنين هيدروجين مع الاكسجين. هو جه منين الاكسجين؟ حد يعرف؟ ايوه، الاكسجين ده اللي هو بيحصل التنفس. جه منين الاكسجين؟ الاكسجين ده اللي بيحصل، اللي بناخده في عمليه التنفس. ادي فايدته هنا. يبقى كان الاكسجين ده اللي بيحصل في عمليه التنفس هو المستقبل النهائي للالكترونات. يعني الالكترونات دي ماشيه كل السلسله دي، ركبت التاكسي ده وبعدين راحت للمركب الثالث وبعدين ركبت التاكسي الثاني ونزلت هنا، خلاص اللي هو التاكسي اللي هو حامل الكترونات وده حامل الكترونات. مين اللي هياخدها في الاخر؟ الاكسجين. ليه؟ عشان يكون لي الميه. اهي ادي ميه طلعت اهي. طيب وبعدين؟ طب فين الطاقه بقى؟ ما كل ده ما فيش طاقه لسه. ايوه، ما هو قصاد العمليه دي ما هتحصل، هيخرج برضو بروتونات بالشكل ده. جت منين؟ جت من جوه الحشوه طلعت لبره. طب حد فيكم بقى لاحظ حاجه؟ الملاحظه اللي انا قلت عليها من شويه، حد لاحظ حاجه؟ ادي بروتونات وادي بروتونات وادي بروتونات طلعوا. المركب الثاني يا جماعه الخير اللي هو بيتاكسد فيه الفاد اتش 2 لفاد، ده ما بيخرجش منه وما بيطلعش منه ايه؟ ما بيطلعش منه او ما بيطلعش قصاده بروتونات للخارج. طيب الحقيقه دي نقطه مهمه جدا، خلاص هنعرفها بعد كده. المهم يبقى ادي، طب لما البروتونات دي هنا وهنا وهنا، يبقى بتتجمع في الاخر، تمشي وتتجمع في الاخر، هي اتجمعت في الفراغ اللي هنا، يبقى اصبح فيه تركيز عالي. اصبح عندي تركيز عالي منين؟ من البروتونات اهو. فين؟ في الفراغ ما بين مين؟ الغشائين. طيب وهنا تركيز منخفض. الوضع الطبيعي ايه؟ كون ان هنا في تركيز عالي وهنا تركيز منخفض من البروتونات اللي دايبه دي، وهنا الشحنه موجبه وهنا اقل شويه، يعني هنا موجبه كتيره، ده بيعمل حاجه اسمها منحدر تركيز، وده هيتشرح في حاجه لوحده كلمه منحدر تركيز دي. لكن كلمه منحدر تركيز يعني من تركيز عالي الى تركيز منخفض، فدي الحركه الطبيعيه ليها. طب هو ايه اللي جبر البروتونات انها لازم توصل لغايه هنا؟ ما كانت تعدي من الجدار من هنا خلاص. الحقيقه لا، البروتونات ليس لها القدره على المرور من هنا، اللي هو بيسموه المرور السالب، الباسيف ترانسبورت، ده مش هيحصل. فلازم تحصل اكتيف ترانسبورت هنا، اهوت اهو حاجه نشطه بالشكل ده وتطلع طاقه ونستغلها. يبقى تمر او تمر او تتدفق البروتونات مع منحدر تركيزها، سواء الكهربائي او الكيميائي او الكهروكهرباء او الكهربائي الكيميائي، تنتقل من من الفراغ ده ما بين الغشائين وتخش ترجع للحشوه مره ثانيه، ويصاحب هذه العمليه تكوين الحاجه اللي احنا مستنيينها بقى اللي هي الاي تي بي. يبقى كده. طيب خلي بالكم بقى ان عمليه انتقال البروتونات بالشكل ده كده بيسموها ايه؟ مع محضر التركيز ساعات بيسموها الاسموزيه الكيميائيه، لان هي مش املاح بقى، هنا اسموزيه كيميائيه او كيميو اسموزس، كيميو اسموزس. يبقى تحرك البروتونات مع منحدر تركيزها بيسموها الاسموزيه الكيميائيه. نراجع الكلام اللي احنا قلناه ده كله مره ثانيه من الاول، نراجعه بسرعه كده. يبقى اذا الميتوكوندريا اهي بالشكل ده، احنا عندنا الغشاء الخارجي وادي الغشاء الداخلي، قلنا في اربع مركبات، نشيل كل اللي احنا عملناه عشان ما نتلخبطش. اهو اهو خلاص. يبقى في عندنا هنا اربع مركبات، ادي واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه.
نرجع بس السهم بتاعنا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، دول مركبات بروتينية. جميل. طب وايه الاتنين دول؟ مركبات ناقل للالكترونات. طب وده مركب اللي هو اي تي بي سينسيز، ده مركب لتكوين الاي تي بي. الفكرة في الموضوع كله ان ده عشان يكون اي تي بي لازم يمرر ده من هنا وياخد الطاقة. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان الناد اللي جت من الخطوه الاولى والثانيه اللي هو الجلايكوليسز وذروه كريبس، ونفس الشيء بالنسبه للفات اتش 2، ده هيروح للمركب الاول نبدا بيه ويفقد 2 الكترون، ويصاحب هذه العمليه تدفق البروتونات من جوه الحشوه لبره، ثم يحدث اكسده ايضا للفات اتش 2 من المركب الثاني ويفقد 2 الكترون نتيجه الاكسده بتاعته، ويكتسبهم برضه المركب ده فيختزل. طيب التاكس ده هيودي الاثنين دول فين في المره دي، وفي المره دي هيروح فين؟ يروح جاي موديهم للمركب الثالث. المركب الثالث هيركبهم التاكس الثاني اللي هو سيتوكروم سي اللي هو ناقل الالكترونات الثاني، ويصاحب هذه العمليه برضو خروج بروتونات، خروجها يعني بتطلع من الحشوه تخش في الفراغ ده، يبقى عماله تتركز اهي. ثم ينقل هذه الالكترونات يوصلها لغايه المركب الرابع. خلاص؟ هيعمل بيها المركب الرابع، يستغلها الاكسجين يستقبلها عشان يكون لي الماي. ويصاحب هذه العملية أيضا خروج البروتونات، تتجمع هذه البروتونات جميعا ما عدا الخطوة دي ما خرجش فيها بروتونات، تتجمع هذه البروتونات جميعا عشان تروح فين؟ عشان تعمل لي منحدر تركيز، تركيز عالي ما بين الفراغين عن جوه الحشوة هنا، فتنتقل من تركيزها العالي إلى التركيز المنخفض مع منحدر التركيز فيما يعرف بالاسموزية الايه؟ الكيميائية. يصاحب هذه العملية بقى نقل الطاقة، بجمع الاي دي بي اللي هو ادينيسون داي فوسفيت ثنائي الفوسفيت، بحط له فوسفاتاية فوسفورة اهي اللي هو اي دي اللي هي ان اورجانيك يعني غير عضوية، بجمعهم عشان يديني ايه؟ طاقة. يبقى كأني رحت مكتب صرافة، كأن السلسلة الالكترونات دهيت مع الخطوة الأخيرة صرفت لي الناد اللي هو كأنه الاسترليني والدولار، حولتهم للاي تي بي. يبقى انا عندي دي كانها بتحصل على مرتين، سلسله نقل الالكترونات اهي الجزء ده لغايه هنا، دي سلسله نقل الالكترونات، والجزء بتاع تكوين الطاقه او الفسفره التاكسوديه اهي، فسفره اللي ضفنا فسفور على الاي دي بي، وليه تاكسوديه؟ لان كل ده كانت عباره عن عمليه اكسده، الناد اتاكسد والفاد اتش اتاكسد، كل ده اكسده، فبالتالي دي عباره عن اضافه فسفور نتيجه الايه؟ الاكسده. وبكده بنكون كملنا الخطوه الثالثه من خطوات التنفس. بعتذر في النهايه خالص ان اتاخرت في تسجيل هذا الفيديو ورفعه، بس حقيقة الرسومات اللي انا بشتغل عليها دلوقتي دي خدت مني وقت طويل الحقيقه، وكنت انا برضو يعني الى حد ما مكسل شويه يعني. خلاص يبقى كده اتحولت كل المركبات زي ما شفناها عشان في الاخر ننهي بتكوين الاي تي بي اللي بنستخدمه في كل مراحل حياتنا. أشكركم شكرا جزيلا، إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت نسيت شيئا أو أخطأت فمن نفسي. اللهم علمنا ما تنفعنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. وإلى أن نلقاكم في محاضرة قادمة إن شاء الله من تبسيط العلوم. أترككم في رعاية الله وأمانه، السلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسونا في الدعاء. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.